اعتصام واستمرار حتى إلغاء القرار. مجلس الأمناء وهل يعمل بالخفاء؟ مذكرات نيابية لحلول إبداعية. سنتان من التحقيق والأمل فقد البريق. ذباب وحدود مع خونة العهود. لوز أخضر والراتب تبخر. نشميمان. هاي الأخبار وغيرها بتشوفوها بحلقة جديدة من برنامج تشويش واضح. ما زال الاعتصام المفتوح لطلاب الجامعة الأردنية مفتوح وما تسكر، والطلاب صلهم أسبوعين معتصمين وبناموا بالجامعة رفضاً لقرار رفع رسوم ساعات الموازي والدراسات العليا. وطبعاً بحدث مهم زي هيك أكيد لازم يكون في دور للحكومة، في رأي للحكومة. فيا هل ترى شو كان رأي الحكومة؟ صمت لو تكلم. شوفوا بصراحة الحكومة ممكن يكون عندها عذر، لأن الحكومة مشغولة، مشغولة في قوانين وإصلاحات ومشاريع والطاقة البديلة، يعني معذورين الجماعة ممكن تلاقي لهم عذر. بس في جهة ثانية مهمة غير الحكومة وهي مجلس النواب، ومجلس النواب بيمثل الشعب، والطلاب هذولا جزء من الشعب، والموضوع كثير مهم. فيا ترى شو كان رأي مجلس النواب؟ اليوم كان هناك مذكرة نيابية وقعها النائب خيل عطية و22 نائب. المذكرة اليوم بعد 10 أيام. مذكرة نيابية، حلو حلو، هاي هي الحلول الإبداعية، أحسنتم فعلا. من المتوقيع نعمل مذكرة بنوديها لرئاسة المجلس ونحل الموضوع، خلص نحل الموضوع زي ما اشتغلتوا على مذكرات حجب الثقة ومذكرة العمل بالتوقيت الموحد ومذكرة مناقشة جولة كيري ومذكرة طرد السفير الإسرائيلي. المذكرات إبداع، الحلول الإبداعية بالمذكرات. وينها؟ شو اللي وينها؟ مالك مذكرة نيابية؟ مذكرة؟ شو انت بتقدم مذكرة؟ بنقدمين مذكرة نيابية عشان المايكات. شو المايكات؟ ليش؟ ماذا؟ بتعرف صوتنا جبلي لما نحكي موافق موافق موافق. عشان لما تصوتوا يعني. والله جد هسه وينها؟ بعرف الشيخي قبل فترة هيك لمحت مذكرة هيك منطقة هون. دور دور، انا بساعدك. دور. بارد 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 بارد. فريزر فريزر فريزر. قطب جنوبي قطب جنوبي قطب جنوبي قطب جنوبي. حامي 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 حامي. بركان بركان بركان. روح روح روح، الله بجوز عمرك ما تلاقيها. طيب الحكومة مشغولة والنواب قدموا مذكرة، بس هذول طلاب جامعة، وزي ما بنعرف انه الجامعة إلها رئيس. فيا اخي صحيح سؤال، يعني هيك رئيس الجامعة، رئيس الجامعة شو كان رأيه بقرار رفع الرسوم؟ اعتصام الطلبة بدأ قبل 9 أيام، وفي الإطار العريض العام كأهداف معلنة بالعكس أيدته وأؤيده بأنه جاء ضد قرار رفع الرسوم. فرأيي كان وما زال وسيبقى بأنني مع الطلبة. طب ما دام رئيس الجامعة مع الاعتصام وضد رفعة الرسوم، يا أخي مين اللي زاد الرسوم؟ يعني مين؟ يعني هاي صلاحيات مين؟ مين؟ إن قرار رفع الرسوم أو تخفيضه أو إقراره ليس من صلاحيات رئيس الجامعة، وإنما من صلاحيات مجالس الأمناء سنداً لنص المادة 11 زين من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009. مجلس الأمناء؟ شو هذا مجلس الأمناء؟ شكله بيخوف هذا مجلس الأمناء، بيخوف. معلم بس في مشكلة، في عنا عجز بميزانية الجامعة. هاي ارفع رسوم الموازي والدراسات العليا. حاضر معلم حاضر. جيب لي كاسة شاي قبل ما تروح. نعناع ولا بميرمية معلم؟ بزعتر عشان انا بحبه. هاي سمعنا وطاعة. هسا من الواضح انه سبب رفع رسوم الموازي والدراسات العليا هو عاجز في ميزانية الجامعة. يا اخي ليش في عاجز ميزانية الجامعة؟
شو الإشي، ما هو الذي سبب العجز في ميزانية الجامعة؟ شو هو؟ في أبجديات المحاسبة، أنا إجمال إيراداتي من الرسوم والاستثمار في الجامعة الأردنية 68 مليون، نفقاتي على الرواتب 72 مليون، ونفقاتي على الرواتب وملحقاتها والنفقات التشغيلية الكهرباء والمياه وما إلى ذلك 92 مليون. إذن بداية الحديث في عندي عجز من الفارق ما بين 92 و 68. 72 مليون دينار رواتب؟ 72 مليون دينار؟ كم 80 ألف موظف عندكم؟ كم موظف عندكم؟ 72 مليون دينار؟ طبعا بده يصير عجب عجب مش عارف احكي من كثر ما الرقم كبير مش عارف احكي. طبعا بده يصير عجز يا عمي، رقم كثير كبير. بس طبعا في عجز معناته في خطة، في خطة عشان نعالج هذا العجز. فسؤالي، ما هي خطتكم لعلاج هذا العجز لأنكم تدفعوا 72 مليون دينار رواتب؟ ما قررت الجامعة الأردنية هو الآتي، قررت أنه في دراسة حددت كلفة الطالب، الدراسة أعطت 12 توصية، من ضمن هذه التوصيات اللي انت بتحدث فيه استاذنا الفاضل. اولا مخاطبه وزاره التعليم العالي ووضعها بصوره العجز وغيره، فتح باب الاستثمار، ربط النفقات، اداره المشاريع الاستثماريه الموجوده في الجامعه سواء في المزارع سواء انه في المطاعم سواء انه في المجمعات وغيره، مثلا اداره اللوازم، بنود كثيره، تحصيلات الايرادات. اذا نجحت الجامعه في يعني تحصيل او في الخطوات هذه لن يكون هناك رفع للرسوم. والله شكلها الجامعه رسبت بجداره، شكلها حملت الماده من الفيرست السكند، ما وصلتش السكند اصلا. الجامعه بتقول انه انا في عندي 12 بند، منهم 11 بند بيتعلق بدراسات وبيتعلق بمخاطبات وبيتعلق بدعم يعني من الحكومه. دكتور الرفع، الرفع بعد استنفاذ نعم الحلقه الاخيره. عشر بند جربناهم كلهم وبالآخر ولا واحد ضبط. معقول؟ شو بتقول يا عقلة؟ هذا اللي صار يا خلف، هاي ما بحلها إلا بهجك بيك. أنا بقول نرفع رسوم الموازي والدراسات العليا. لا 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 لا، عمر الفرح ما بينكتب غير بدموعه. ولا بما أنه 11 حلاً من 12 حلاً ما زبطوا، فلم يبقى إلا الحل الأخير، والحل الأخير هو يا سادتي رفع الرسوم. فيا هل ترى ماذا كانت وجهة نظر مجلس الأمناء من هذا الرفع؟ ماذا كانت وجهة النظر عند مجلس الأمناء وقتئذ أنه إذن لابد من رفع الرسوم البرنامج العادي؟ فكان هناك رفض من إدارة الجامعة، رفض قاطع بأنه لا نتمكن من رفع هذا، لا نستطيع رفع هذا. يعني مجلس الأمناء قرر أنه يرفعوا رسوم ساعات العادي وأنتوا رفضتوا وطلعتوا بتمونوا لأنه ما رفعوا. يا أخي ليش ما رفضتوا لما قرروا أنهم يرفعوا سعر ساعات الموازي والدراسات العليا؟ يعني بركي منتوا على الموضوع. بعدين قبل شوي جبناك وانت بتحكي. فرأيي كان وما زال وسيبقى بأنني مع الطلبة. بوم يا إلهي، تم قصف الجبهة من بائع السمك الصيني. وفي تصريح لرئيس جامعة اليرموك الدكتور رفعت الفاعوري حكى: طوال رئاستي لن تشهد الجامعة رفع الرسوم تحت أي ذريعة، امضوا في تعليمكم آمنين. وهذا بيعمل عندنا تساؤل صغير، إذا كان من صلاحيات مجلس الأمناء أنه يرفع الرسوم، هل من صلاحيات رئيس الجامعة أنه يرفض هذا الرفع؟ وبصراحة الطلاب والإعلام بدهم يعرفوا مين يسألوا، لمين يوجهوا مطالبهم. وهينا شفنا رئيس جامعة اليرموك حكى أنه ما فيش رفع على الأسعار، ولا من جامعة لجامعة بتفرق. بوم يا إلهي، ما الذي يحدث؟ تم قصف الجبهة مرة أخرى من نفس بائع السمك الصيني. إحنا بمتابعتنا لمقابلات رئيس الجامعة الأردنية الدكتور خليف الطراوني لاحظنا إنكم عملتوا دراسة بسنة 2013 بتحكي قديش بكلف الطالب الجامعة خلال السنة، وعلى أساس هاي الدراسة عملتوا رفعة الرسوم.
فيا هل ترى قديش بكلف الطالب؟ وتبلغ كلفة دراسة الطالب في الجامعة الأردنية 2400 دينار حسب دراسة أجراها مجلس أمناء الجامعة الأردنية لعام 2013. كلفة تعليم الطالب الجامعي 2400 دينار. بس يا أخي، مرة الدكتور خليف الطراوني بمقابلة بنبض البلد حكى كلفة الطالب نتيجة الدراسة اللي سويناها، كلفة الطالب في البرنامج العادي 2272 دينار أردني. يعني الطالب مرة طلع بكلف 2272 دينار ومرة طلع بكلف 2400 دينار، الفرق بيناتهم 128 دينار. لو خمعت الرقم بأربعين ألف طالب راح يطلع 5,120,000 دينار. هذا الرقم لحاله بغطي العجز تبع الدراسات العليا اللي حكيته إنه. ويقدر صافي العجز في هذا البرنامج 1.9 مليون دينار سنوي. يعني عجز الدراسات العليا 2 مليون كله على بعضه. تيجوا تزيدوا الرسوم 200%، كان بس زدتوا الموازي وتركتوا الدراسات العليا ولا هي بس تلبيس طواقي. يعني لو بس زدتوا الموازي كانها مهضومة، كان يعني الطلاب هضموها بلعوها. تأخرت يا عمر. أهلا وسهلا بالشباب. لا بس غير. أوكي. إحنا فرقة بنعمل أزاهيج. أهازيج. بحيث إنه إحنا بنعمل بنذكرنا أكيد. طبعاً إحنا واقفين مع الاعتصام مع المعتصمين جوا الجامعة الأردنية، بنحكي الله معكم والله يوفقكم إن شاء الله. إحنا معكم يا كبري. وهسه إحنا محضرين لهم إشي عشان نحفزهم ويرفع معنوياتهم. محضرين إشي. زهوجة. أهازيج. جديدة وراح إن شاء الله تفيدهم بالهتاف. للدعم. للدعم أكيد. أعطيني. مع 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 لا 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 وبالآخر هذا الاعتصام المفتوح إذا دل فهو بيدل على وعي الشباب، الشباب اللي بدها تعمل تغيير بطريقة حضارية بطريقة سلمية. ويا ريت نبعد عن الاتهامات اللي بتحكي إنه الشباب عندهم أجندات خارجية وقاعدين بيحركوهم من برا. خلونا نعترف إنه شبابنا واعي وعن جد يسعى إلى التغيير، ومنتمنى إنه مطلبهم المشروع هذا يتحقق، ومنتمنى من إدارة الجامعة ومنحكي لهم إذا أنتوا رضختوا لهذا المطلب ما رح تتشوه صورتكم، بالعكس رح تكبروا بعينهم ورح يشكروكم، وإحنا رح نشكركم لأنكم سعيتوا مع الشباب للإصلاح وللتغيير. وإحنا كتشويش واضح إحنا متضامنين مع الطلاب، ومنقول للكل اللي بيشاهدونا إذا بدكم تتضامنوا شاركونا على هاشتاج الاعتصام المفتوح. في الأسبوع الماضي انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الفيديو غريب، عجيب، مش مفهوم، صعب التحليل والتفسير، كل واحد حذره ترك فيه أثر. إيش هو هذا الأثر؟ ما بنعرف. خلونا مع بعض نشوف الفيديو. الله يعطيك العافية. تعيد جلالة الملك المعظم يا عيش. تعيد جلالة الملك المعظم يا عيش. عيش. تعيد جلالة الملك المعظم يا عيش. عيش عيش. ومعنا الدكتور النفسي لحظنا السعيد انه موجود معنا عشان يشرح لنا ويفهمنا شو اللي صار بهذا الفيديو، شو التحليل النفسي لإله. انا سعيد في لقائك للمره الثانيه استاذ. اهلا وسهلا دكتور، وانا اسعد صراحه انك جيت. معاذ مش اسعد. في اين اكون متواجد تحدث هناك القصص الطريفه. مزحه اطباء دكتور. تفضل. الفيديو. نعم. يعني انا شاهدت شو اللي صار بالضبط. شاهدته أنا في الفيديو ولاحظت الشخص إنه وقع.
انت برايك شو الدافع بكون عنده انه نط هيك؟ يعني انا اللي شفته انه كان يعني يمكن محبة في الوطن، انه طبعا وطنية عنده، محبة في الوطن ودفعة في الوطنية ادت انه هو نط غز هيك. بس دكتور انا يعني من اللي لاحظته اللي حاب اسال يعني افهم منك الحركة كان في حركة طبعاً علم، هاي حركة الباراشوت. احنا بنسميها هاي حركة الباراشوت. حلو. في الطب النفسي. حلو. هذا هو كان قصده، هو يعمل حركة باراشوت ينط في العلم وينزل باراشوت، يعني بس ولكن ويرفرف بحب الوطن. بحب الوطن. حلو. ولكن الباراشوت ما ساعد لانه كان الهواء عميق. بس دكتور عميق بنحكي عن البحر عميق، الهواء بيكون شديد يعني، يعني هو نفسه. دكتور يعني وجودك اسالك السؤال هذا، الحركة الأخيرة اللي عملها هاي مستحيل تصير صراحة. بتصير أستاذ معاذ، حركة الباراشوت هاي بتصير، هاي معروفة. بس أنا ما أخذها في كل، أنا بإمكاني أثبت لك إياها هسا. لا دكتور مستحيل تقدر تثبتها يعني عمليا. مستحيل أنا تمسك علم معهد لهاد. دكتور ما رح تمسك علم وترفرف. أقول لك تفضل، تفضل أنا بدي أثبت لك إياها علميا. هاي العلم وبدي أطلع. دكتور شو بتسوي؟ يعني أنا ماسك العلم زي هيك. دكتور شو بتسوي؟ شو شو رقبتك؟ رقبتك فاقعه بدون الواسطه. دكتور شو اللي عملته؟ على دكتور نفسي ولا بابا ماله؟ دكتور وصلت اسعار الجمله للوز الاخضر في سوق عمان المركزي من 5 ل 8 دنانير، بينما تخطى سعر البيع 10 دنانير. حتى اللوز سعره نار. شو 10 دنانير؟ شو اللوز هذا؟ كان محشي لحمة، حرام عليك. ولوز نبات أخضر، هذا حرام يكون الخبر الصح. هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها 40، وإحنا بنحكي لها كل عام وأنت بخير يا هيفاء. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday هيوفا. Happy birthday to you. حبيبتنا هيفا. حبيبتنا هيفا. بوسلوا خلوا خلوا وصح. لما بنسلم لما بنسلم لما يوم 8/3 صادف يوم المرأة العالمي، وبصراحة أنا ضد إنه يكون في يوم واحد بس عالمي للمرأة. ليش مش كل الأيام؟ مين هي المرأة؟ ما هي أمي وأمك، أختي وأختك، ستي وستك، عمتي وعمتك، خالتي وخالتك، كل الأيام. كل مع المرأة. أيوة كلنا مع المرأة. نعم لحقوق المرأة. هذا الكلام صحيح. مش عاملين لها يوم واحد بس و... نعم. شيه بس إحنا بنحاول نكرمه. وباقي أيام السنة خلص. طبعًا. ملهاش طبعًا. ملهاش. نعم. هذا الحكي. تعالي تعالي ولي تعالي. تعالي ولي. خبرين حطنا زين على الفيس. شو؟ أيوة. خليني أخذ سلك. نزلي خلاص. قل موجك نزلي على الفيس بسرعة من اللابتوب. تعال. شو إيش اللي نعم حقوق المرأة؟ أنا مع. إيش تمع؟ مع هيا. شو اللي هيها؟ هيا مكتوب جاهز. طيب شو المكتوب جاهز؟ شو اللي عملته هسا؟ شو بدك فيها؟ شو بدي فيها إذا ما تعرف هاي كم لايك راح تجيب؟ كم شير راح تجيب؟ كم لايك وشير؟ كل على الفيس بضرب ضرب سيدي. انا بيهمنيش اللايك والشير، بيهمني شو في بعقلك بمخك اذا عندك عقل. شو دخلك؟ تعال لي الايام للمراه. تعال ايش انت راضي ولا مش راضي؟ اكيد كمان صوره بدنا كمان. خلص اقلب وجهك. ها شايف؟ سمعت؟ شو؟ سمعت؟ وهي بتنزلها تجيب لايكات وشيرات. بعدين هاي شو اسمه سنه كبيسه. فيها 366 يوم. طيب يعني شيل يوم مرأها ضل 365 يوم. يا سلام جبتها يعني هيك ممتاز. يعني حتى يوم ما طلع لها يوم ما بدت. روح 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 انت روح روح احلق لمرتك. روح احلق لحيتها. روح خذ جيب لك كم لايك كم شير. روح روح يلا روح روح. من سنتين وبالتحديد ب10/3/2014 واحنا كل اسبوع نستنى جواب من الحكومه على سؤال بنساله بكل اسبوع، وسؤالنا هو شو صار بقضيه الشهيد رائد زعيتر؟ شو صار؟ هل هنالك اي مستجدات، اي تطورات، اي اخبار، اي تعليقات، اي معلومه من هون او من هون عن قضيه الشهيد رائد زعيتر؟ وشو صار قضية الشهيد رائد زعيتر؟
شو يا شب؟ شو؟ ما زهقتش؟ شو ما زهقتش من شو؟ يعني شو هسأل سالي هسا؟ يعني السؤال اللي بسأله دائما، شو صار قضية الشهيد رائد زيد؟ طيب يعني دائما يعني زهقت يعني خلص. يعني لا ما زهقت. ما زهقت لا ما زهقت بدي أسأل يعني. خلص بكفي يا أخي تسألي خلص يعني. يعني بدي يجيك جواب يعني بالأخير أنت يعني مفكر يعني. يا أخي عيني وراسي صار لهم سنتين وما أعطوني جواب بس أنا بحاول بركي إجانا جواب يعني هاي كل أسبوع قاعد بسأل بركي إجا جواب. شو يعني شو المشكلة؟ يعني ماشي يا أخي اسأل بس يعني كل أسبوع والله ثقيلة كل أسبوع يا أخي. كل شهر. شهرين ثلاث أشهر يعني ليش طيب؟ خلاص والله يعني كفي يعني لا إلا ما يجي الناس زهقت كل مرة تسمع نفسه غير حلو تغير بالبرنامج تبعك بدنا يجينا جواب يا حبيبي يا أخي بركي ما جاك يعني أتوقع إن شاء الله يجي طب خلاص يعني كثرة اللغي هذا مش حلو يعني غير كمان بشغلك هيك شو اللحية هاي طاقة لي لحي شو ما مش خلاص خلي مش سكسوكة انت دائما خلاص سكسوكة ليش تعمل لحي تغيير صار لك ساعة بتقول مش من نفس اللبسة كل حلقة يعني غير. الواحد ميزانية غير خلاص بكفي طيب شكرا خلاص بغير ماشي قالت صحيفة جيروسالم بوست ان مسؤولين اسرائيليين التقوا مع نظراء لهم اردنيين لبحث سبل مكافحة انتشار الحشرات والذباب على الحدود التي باتت مشكلة يعاني منها سكان وادي الأردن والبحر الميت إيش الاجتماع عشان انتشار حشرات وذباب شو ليش عاملين اجتماع مع بعض يعني حتى لو في حشرات وذباب يعني ليش نجتمع معهم ترى الواحد ذبان وجهه مش طايقه ذبان وجهه ما مش طايقه بخاوش ذبان وجهك شو بتعمل حبيبي شو بخاوش ذبان وجهك حبيبي انت بتسايف بالذباب بتسايف انا بقتلهم عنك كلياتهم هذول الذباب بدي اقتلهم بس شيل هاي وجهي شيل هاي احنا بنكافح الذباب هسه مع بعض شو بتكافح الذباب احنا وياكم بنكافح الذباب ايش اللي عاملين اجتماع نعم اجتماع ما انتوا مش مخلين ذباب اللي في العالم اللي جايبينها الغول بالله جد حبيبي كيف يعني جبنا الذباب الغول كله بخبيبي انتوا بتروحوا رحله وتعملوا لي خشونش انتوا بتعرفوا الهش والنش هذا انتوا بتعرفوا انتوا جلدي ما هو انتوا بتجيبوا كل الدبان عندكم وبيجي الدبان عندنا شو بيجي من الخش والنش فهسه بدنا نتعاون عشان نعملها انا جاي عندك عشان نعمل خطه يعني خطه في خطه يعني اعطيني خبيبي انت بتنزل وين على الغور بنزل على الغور بتجيب باللخمه وبتعمل الخش والنش لخمه والله ما في لخمه غيرك طيب أوكي. بعمل خش تعمل خش والنش الدبان بيجي انت بتصير تكشه وانا على الجهه الثانيه استنى شوي انا كيف بدي اكش الدبان هيك وبراسك شو ليش هيك طيب يا عابك انت بتخب تخز راسك عشان هيك خز راسك طيب. هيك وجيب الدبان عنده وانا بصير القط هيك فهاي تبعت السمك حبيبي بس انا بستخدمها للدبان تستخدمها للدبان حبيبي يعني هسه لو اي دبانة طايرة هون باكلها تمسك توكل خربطت بسيطة هذا ضفدع حبيبي صح احنا لازم نعمل خمله زي ما انت جبت الذبان معك انت وين هي انت بتجمع حبيبي احنا هسه عندنا بدنا في عندنا اغنيه للمكافحه مكافحه الذباب حلو الاغنيه هي بتحكي شو تفضل الذبابة الملعونه خششتها ترم فطارت تررم الذبابة تررم رم خليك في خالك تررم انت مالك تررم فضربتها شو بتعمل يا زلمة الذبابة تررم فقتلتها تررم رم فأكلتها يخرب بيتك فطارت هذا هاي اغنيتنا يا حبيبي للمكافحة ان شاء الله احنا بنعمل اشياء قوية وما راح نخلي ولا دبانة في الهاي شلوت استنى شوي قبل ما تعمل بتاكل دبانة استنى انت شلوت انا مش شلوت انا بلوت هذا جد مش شلوت الاردن الوجهة الثانية للسياح الالمان وهلا بشقراوات المانشافت يا كبير